اكيد بدنا ربما صحف الشبان هادو ما يعرفونيش كثير، ولكن اغلبيتكم عملوا كانوا في الميدان لما كنت انا في الميدان. كان اللي حصل لي شرف، انا عندي مشوار رياضي يعني ما عندي ما نقول فيه، يعني لان كان لي الحظ ان عملت كل ربما الاعمال اللي ممكن نقوم بها في كره القدم. كنت لاعب في فريق، لاعب دولي، كنت مدرب في الفرق، كنت مدرب للفريق الوطني، رئيس نادي، مدير فني وطني، يعني جست في كل المراحل. والآن لحقت واحد السن نظن أن الميدان ما بقاش يعني ربما يخليه للشبان، ولكن نظن أن من ناحية العطاء للكرة الجزائرية أكيد أن واحد اللي عنده تجربة كما أنا، وأنا فكرت باللي ممكن أني أكون ربما رجل الذي يناسب هذه الفطرة، فقمت بترشحي. إذا كان ربي كتبها مرحبا بها، إذا ما كتبهاش رب سهلوا على ليكم إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.